اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد الباس. النهارده كان يوم مختلف في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا. النهارده تحدث امام مجلس الفيدرالية كأول رئيس اجنبي بالنسبة للروس يتحدث في هذا المجلس، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح انه ده اعلى مستوى في البرلمان الروسي. الحقيقه قبل ما اقول لحضراتكم الرئيس اتكلم في ايه وايه يعني ما يمكن ان نعتبره رسائل موسكو مش لمصر، يعني لانه هو بيتكلم من هذه المنصه للعالم، يعني يمكن اهو كان ودي لقطات خاصه بينا، يعني هتلاقوا النقل العادي تلفزيون لكن دي لقطات خاصه بينا، فهو الرئيس هو بيلقي كلمته. أنا توقفت الحقيقة عند ما قالته رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي. قالت إيه؟ هي كانت توقفت عند كلمة قالها الرئيس السيسي في 2014 تحديدا في مارس 2014. مارس 2014 يعني إحنا بنتكلم أنه كان وقتها لا يزال وزيرا للدفاع، أو أنه كان تقدم باستقالته تمهيدا لترشحه في الانتخابات الرئاسية. قالت إيه هي؟ قالت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي: لقد كنت وسأظل مدى حياتي جنديا يخدم وطنه، وعندما أترك الزي العسكري سأظل أعتبر نفسي جنديا كلف بخدمة وطنه في المستقبل. أعتقد أن الجملة دي جملة من الكلمة التي وجهها وقتها وزير الدفاع وهو يتقدم باستقالته تمهيدا لترشحه. هي قالت الكلمة دي أو قالت العبارة دي وعلقت وقالت إن هذه الأقوال لجندي يحب وطنه. كان ده التقديم اللي قدمت بيه رئيسة الفيدرالية مجلس الفيدرالية الروسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث اليوم أمامه. طبعا هو كان بعد كده يعني عنده لقاء مع رئيس الوزراء الروسي، ومفروض انه بعد شويه هيبقى في مأدوبه عشاء على شرفه خارج المباحثات الرسميه لانه هيلتقي مع الرئيس بوتين بعد شويه. طيب ما يمكن ان نعتبره رسائل مهمه جدا من الرئيس للعالم؟ هو طبعا في كلمته اتكلم عن التعاون بيننا وبين روسيا، وقت روسيا الحقيقة حقها في انه هي دايما بتبقى موجودة في اوقات الازمات، يعني بعد ثورة 52 لما دعمت مصر وكانت مساهمة في بناء السد العالي، وبعدين لما دعمت كمان وساعدت في بناء الجيش من خلال الخبراء الروس بعد 67، وبعدين موقف روسيا الحقيقة من ثورة 30 يونيو ودعمها ووقوفها ل جنب الشعب المصري في ثورته ضد جماعة الإخوان الإرهابية، ثم بعد ذلك المساهمة الواضحة جدا في الاقتصاد، يعني الرئيس أشار لكل ده. وكمان الحاجة اللي احنا مستنيينها ببساطة شديدة، يعني هو الرئيس قال في كلمته بعد زيارة الرئيس الروسي للقاهرة في 2017 كانت الزيارة الرسمية، بدأت تتحرك مسألة حظر سفر السياح من روسيا إلى مصر، فبدأ يعني يجي تيجي رحلات لمطار القاهرة، لكن هو بيأمل وأعتقد إنه دي ممكن تبقى نتيجة إيجابية لهذه الزيارة. في كلام كتير عن المشروعات الاقتصادية والمناطق الاقتصادية والضبعة، يعني لكن إذا جاء أو إذا عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي من روسيا هذه المرة برفع الحظر عن رحلات الطيران بين مطارات المدن الروسية والمدن المصرية، بتكلم على شرم الشيخ والغردقة تحديدا، فأعتقد أن دي هتكون إن شاء الله نتيجة إيجابية جدا. لكن إحنا قدام ثلاث رسائل مهمة. الرسالة الأولى اللي هي فيها كلام عن الإرهاب وكيف يمثل تحدي ليس لمصر فقط وليس للمنطقة فقط ولكن العالم كله. ولو توقفت ولو استعدت كلمة الرئيس اللي قالها قدام مجلس الفيدرالية الروسي هتلاقوه بيقول يعني جملة فيها نوع من التحدي وفيها نوع من التحذير، لأنه بيقول أنه لا يوجد أحد في مأمن الآن في العالم، يعني كلنا في خندق واحد، قال كلنا في خندق واحد ولا يوجد أحد في
في مأمن الآن، بمعنى أن هذه الجماعات الإرهابية تخطط كي تطول الجميع. هو قال ده قبل كده، يعني قال ده قبل كده والعالم ما كانش مصدق لحد ما لقوا عمليات إرهابية في قلب المدن الكبرى في العالم، فوقتها الناس انتبهوا. لما بيجي يحذر النهاردة تعرف ان في حاجة، لانه لو هفكر حضراتكم لما كان بيتكلم الرئيس مع جريدة الشاهد الكويتية وقال لهم انه انا خايف من وجود 36 ألف إرهابي لا زالوا في سوريا، و 36 ألف دول هيروحوا فين؟ ومحدش يستهين بالرقم، يعني 36 ألف دول يعملوا يعني قلق في العالم كله، وخارجين وهم خسرانين كل شيء. فالرسالة دي الرسالة الأولى، اللي هو أعتقد كمان لما بيقولها الرئيس من هنا من منبر محلي بيختلف عما بيقولها وهو على منبر مثلا الأمم المتحدة، أو بيختلف لما بيقولها من روسيا. روسيا رقم صعب في المعادلة الدولية، فلما يقف في مجلس الفيدرالية الروسي ويوجه هذا التحذير للعالم كله يقول لهم يا جماعة خلي بالكم إنه مسألة الإرهاب لم تنتهي، وهذه الجماعات لن تترك فرصة إلا وتنقض مرة أخرى، والجميع يمكن أن يهدد من هذه الجماعات. ولذلك كان بيتكلم على إيه؟ إنه مش هينفع إن في بلد واحدة تحارب الإرهاب لا نيابة عن المنطقة ولا نيابة عن العالم. لأن أقول لحضراتكم حاجة، فعلا مصر فضلت فترة طويلة جدا العالم قاعد يتفرج عليها وهي بتحارب الإرهاب، بمعنى انك تقول يا جماعة في جماعات في هدف في رغبة في اسقاط الدولة، الناس دي خطر على الجميع، الناس كانت بتتفرج عليك وسايباك، يعني عيش براحتك. هو بيعيد ده وبيقول انه مفيش دولة هتقدر تكمل لوحدها، فلازم يبقى في نوع من التوافق حول مواجهة الارهاب. وبوضوح اكتر قال مفروض بقى ان في دول احنا عارفين ان هي بتدعم ماليا وبتدعم معلوماتيا وبتحتضن هذه الجماعات الإرهابية، فالعالم مفروض أنه يتوقف أمامها أو يأخذ موقف واضح جدا منها. فدي كانت الرسالة الأولى. طيب خلينا نسمع، لأنه احنا التفاصيل كتير بتاعت الزيارة، احنا عندنا الزميل والصديق الأستاذ مؤمن مختار من روسيا. يا أستاذ مؤمن أهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. معلش احنا بقى تعبينك امبارح والنهارده ولسه بكره برضو هنتقل عليك شويه، بس قول لي كيف مضى اليوم الثاني في زياره الرئيس لروسيا، يعني التفاصيل ايه؟ احنا طبعا منذ بدايه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بدايه من المجلس الاتحادي الروسي، طبعا هو القى كلمه جميله جدا، ويعني كان يصفق الحضور بجميع النواب المتواجدين في مجلس الاتحاد بحراره شديده. قوه كلمه الرئيس طبعا كانت مبهره جدا، وطبعا هو طلب من الحضور التصفيق بمناسبه مرور 75 عام على العلاقات الدبلوماسيه ما بين مصر وروسيا. طبعا كان استقبال كبير جدا. الرئيس بدا اولا بالامضاء داخل دفتر كبار الزوار، طبعا زي ما قلنا ان هو اول رئيس يلقي كلمه داخل المجلس الاتحاد اللي هو مجلس الشيوخ. بعد ذلك انتقل الى المفاوضات الثنائيه مع فالنتينا ماتيفينكا اللي هي رئيسه المجلس، ثم انتقل بعد ذلك لالقاء كلمه. وطبعا يعني رئيس المجلس الاتحاد كانت منبهره جدا بالرئيس السيسي، وقالت ان هو سياسي محنك ورجل من الطراز الاول. وبعد ذلك انتقل الرئيس السيسي الى رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، وطبعا تناول زي ما قلنا امس توقيع اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه على اعلى مستوى. وطبعا يعني اللي انا عايز انوه عليه زي ما حضرتك قلت ان الرئيس السيسي خلال كلمته في مجلس الاتحاد يعني اصر ان هو يحاسب الدول التي تدعم الارهاب بشكل كبير، وطبعا روسيا بتدعم موقف مصر ومصر تدعم موقف روسيا بشكل كبير في سوريا. بعد ذلك طبعا لسه الرئيس السيسي وصل حالا الى سوتشي واستقبله الرئيس فلاديمير بوتين، انتظره لمده 5 دقائق حتى ياتي اليه. بعد ذلك عرض عليه الرئيس فلاديمير بوتين ان هما يذهبا للتجول، وخلال التجول قام الرئيس بوتين بسؤال احد الاشخاص طبعا امام الحاضرين، هل زرتم قبل ذلك مصر؟ اجابهم
يعني الحاضرون بشكل مباشر. نعم مصر جميلة والبحر الأحمر رائع وجميل وكنا هناك قبل ذلك. طبعا الرئيس السيسي قال لهم نحن ننتظركم، وهذه دعوة صريحة إلى عودة السياح الروس مرة أخرى إلى الغردقة وشرم الشيخ. إلى الغردقة وشرم الشيخ بشكل مباشر. نعم، رحلات الشارتر ستعود بداية من هذه الجملة، حيث سأل الرئيس بوتين بشكل مباشر السياح الروس المتواجدين في سوتشي هل زرتم مصر قبل ذلك، وكان الرد إيجابيا بشكل كبير. وأعتقد أنها ستكون البداية لعودة الرحلات إن شاء الله إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة، والرئيس السيسي سيكون يعني إن شاء الله يعني زيارته إلى سوتشي بداية العودة إلى رحلات الغردقة وشرم الشيخ إن شاء الله. بشكرك مؤمن مختار على هذا التلخيص الوافي لليوم الثاني لزيارة الرئيس في لروسيا. ويمكن احنا كنا بنتكلم من شوية لما قلنا انه يعني اذا عاد ان شاء الله الرئيس من هذه الزيارة ويعني هناك قرار او بدايات قرار او بوادر قرار لعودة الطيران ما بين مطارات المدن الروسية ومطارات المدن المصرية وتحديدا شرم الشيخ والغردقة، فهيبقى ده انجاز كبير. يمكن هو قال لنا ما جرى يعني عندما تجول الرئيسان، الرئيس الروسي سأل بعض مواطنيه زرت مصر، مصر كويسة وجميلة، فقال الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن ننتظركم. القرارات بتبدأ كده والجمل، لأنه الرؤساء يا جماعة لا يهزلوا، يعني الرئيس لما بيقول كلمة أو بيرمي كلمة فبيبقى وراها حاجة، يعني ما بيقولش كده كلمة والسلام، ما بيطمنش على مصر يعني من المواطنين الروس، ولكن الكلمة في وقتها ولها هدف. فهرجع تاني لمسألة الرسائل. احنا عندنا زي ما قلت لحضراتكم رسالة الحديث عن الإرهاب الذي يهدد العالم. كمان في حديث ويمكن ده مقصود في روسيا تحديدا، انتوا عارفين الدول اللي هي كانت تكون الاتحاد السوفيتي لما بعد انفصاله، معظم الدول دي دول تقدس الأزهر، يعني ترى في الأزهر قبلة ومنارة. فلما يتكلم الرئيس وينص على أن مصر لديها تجربة في تجديد الخطاب الديني لمواجهة الخطاب الإرهابي التكفيري المتطرف، وهو أطلق على المعركة دي معركة العقول والقلوب، فإنه يشير إلى الأزهر ويشير إلى مبادرة تجديد الخطاب الديني ويقول أنه الأزهر يقوم بدور كبير ويمثل الفكر الوسطي، فهي إشادة في مكانها. وأعتقد أنه هنا الرئيس بيلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق الأزهر، يعني إذا كان هو يباهي العالم بأن لدينا هذه المؤسسة التي تعمل على تجديد الخطاب لتقديم خطاب وسطي يعكس صورة الدين السمح، فأعتقد أنه الأزهر لابد أن يبادر ويجتهد ربما يعني ليقدم إنجاز كبير في هذه المبادرة. طيب خلينا على ضوء هذه الـ يعني الإطلالة من الرسائل نستمع إلى المحلل السياسي الروسي تيمور ديودار. أهلا بك يا فندم. تحياتي سيد الكريم. أهلا بك. وكيف ترى هذه الزيارة دي؟ تقريبا ده اللقاء السابع اللي هيبقى يجمع ما بين الرئيس المصري والرئيس الروسي، كيف تراه؟ أمور صراحة يعني أنا شخصيا يعني كمن أصل مصري وعضو مجلس إدارة المغتربين المصريين في روسيا أرى يعني أنا سعيد وكلنا سعداء وبنرحب بالرئيس السيسي. من ناحية أخرى يعني إحنا بنحس في روسيا إن العلاقات ربما فعلا أصبحت من الكلام إلى العمل أصبحت استراتيجية. يعني انا ممكن اقول ان الثقة كترت بين الروس والمصريين، وده شيء مهم في رأيي. ليست فقط الثقة السياسية، يعني هناك حتى بيبتدي دلوقتي يوجد ثقة في قطاع الاعمال، وده شيء اعتقد مهم للغاية. طب كيف قرأت الرسائل التي جاءت في خطاب الرئيس اليوم حول حديثه عن الإرهاب وضرورة توحيد جهود العالم كله
لمواجهة خطر الإرهاب؟ والله شوف دي يعني النقطة دي اللي ربما من أحد النقاط اللي بتجمع مصر وروسيا، يعني صحيح الرئيسين للدولتين يتحدثان من فترة عن توطيد أو ربما جمع المعلومات الاستخباراتية لدى الدول العديدة وإقامة مركز إدارة عمليات متحد لمكافحة هذه الظاهرة. يعني حتى ونحن في موسكو والشرق الأوسط يعتبر نوعا ما بعيدا، يعني أو ليبيا نفترض، لكن هذا يشكل خطورة على الأمن القومي الروسي. صحيح. في الموضوع الليبي أيضا هناك اتفاق في ليس فقط في وجهات النظر إنما في الخطط الموضوع، أنا أعرف ذلك، يعني أنا متأكد من ذلك. العلاقة المصرية الروسية أنا لا أريد أن أقول كلمات عالية، لكن ربما في جو إقامة تحالفات جديدة في العالم الجديد أو النيو وورلد أوردر الذي نشهده الآن، ربما قد نشهد فعلا تحالف. هو يصل الى يصل بعد توقيع كمان اتفاقيه الشراكه الكامله والتعاون الاستراتيجي الى التحالف المكتمل، يعني اعتقد ليس يعني بعيد الكلام عن المكتمل، لكن انت على حق تماما في موضوع تكافؤ الاقتصاد الاقتصاد المصري والاقتصاد الروسي. يعني لا توجد منافسه، تكافؤ 100%. وموسكو فعلا تقدم أرضية أخرى للتعاون، هي المؤسسة نسيت الكلمة بالعربية، اليونيون اليورو آسيوي. فبالنسبة لمصر السوق، يعني سوق روسيا 140 مليون مستهلك، سوق اليورو آسيوي يفوق يعني حوالي 300 مليون. وهناك تكنولوجيا وهناك يعني اشياء عده مختلفه، كل ده شباك مهم للغايه للصادرات المصريه. صحيح. للاسف حتى الان نشهد هبوط بالنسبه لمرحله الاتحاد السوفيتي حتى الاتحاد السوفيتي من المنتجات المصريه والخدمات المصريه في روسيا أو في الاتحاد السوفيتي السابق بصح التعبير. صحيح. أنا شخصيا في أمل كتير، للأسف رجال الأعمال المصريين هناك يعني نوع من الخذلان من ناحيتهم في الدخول إلى السوق الروسي أو التطرق إليه. لكنه لا يختلف عن الألماني عندما أسهل دخوله، وأنا أقول ذلك يعني متخصص في إدارة الأعمال في روسيا. فبدأوا المصريين تعالوا إن لقيتوا أي مشكلة كلموني، يعني صحيح. ده دعوة طيبة يا فندم، دعوة طيبة. أنا بشكر حضرتك جدا عن المحلل السياسي تيمور ديودار. طيب يبقى إذا في هنا زي ما قلت الرسائل اللي الرئيس حريص على أن يبعث بها من روسيا، وعلى جوار ده أو إلى جواره في حالة من النشاط الاقتصادي التي أعتقد أنها يعني تعود بالخير، لأن هو رئيس حتى كمان استخدم تعبير وهو بيتكلم في مجلس الفيدرالية الروسي، قال أنه مصر تقدم الخير دائما لروسيا وروسيا تقدم الخير دائما لمصر. طيب